نهاركم زين، أسعد الله وصباحكم بكل خير وعافية وصحة. معكم أخوكم فوزي توخى، جايين للمسجد، خارجين توا من الحومة إن شاء الله على بلاصة باش نمشيو نصلوا فيها بإذن الله. فتبعوا معايا ثنية وهات نحلوا حوار في مجال الصيد. الحمد لله نشكره، اليوم هو الجمعة فنكثر بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، هو شفيعك وشفيعي يوم القيامة. فصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، سلموا تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين. صباح الخير. إن شاء الله ربي يسهل فيما هو خير وأفضل. وإحنا رانا خارجين مش نصطادوا، كان في الطفرة أكهو لأن نشدوا كمية متاع نعار أو اللي هو أي نوع متاع عصفور، لقينا فيه طفرة حاجة نادرة على الطيور الأخرى نروحوا بيه، لقيناها عادي نسيبوه باش العام الجاي إن شاء الله بإذن الله يجيب لنا طفرة أو اثنين أو ثلاثة، ربما يعني أكل ملصة الملصة بها في العصفور هذاك، ينجم الحمد لله يجيب لك 4-5 شوش فيه طفرة أو طفرتين. فعلا هنا فما ناس ما يهمهاش في الطفرة وما يهمهاش في المواضيع هذه، أعطاها تصطاد وتبيع، ما يهمهاش إنه ما ناكل عصفور ذاك العام الجاي مش يرجع ما يرجعش، المهم أنا يشد يهز يبيع. أنا عشت الليكرة نحسب المناطق مثلا في سوسة الكعبة 10,000، يقول لك أنا ندبر 10,000 يمني فيه يعني يرجع ولا ما يرجعش. يعني هذه كارثة كبيرة، كارثة يعني الطيور كما صار للمقنين بالضبط. يعني علاش مثلا برشا ناس يقولوا لي يا فوزي هبت لنا تصاور وفيديوهات عن المقنين، في عندك بلايص تصاور وما تحبش تورينا، هبت اخويا خلينا ندعموك. يعني شو نقول نهبط؟ مش ما نهبطش، اما ماذا بيا نهبط بقله، خاطر عشقي في النعار اكثر من المقنين. لقيت معناها النعار هذا طائر يعني بالحق جاهله من جاهله وعارفه من عارفه قيمه العصفور هذا. عصفور لكن تجيو للناس العصافريه اللي تفهم في العصفور وتفهم في لغه العصفور، النعار ذا صوته غير عادي، راهو ركسوا وثبتوا كيبدا يغني. وشوفوا سبحان الله، ربي ميز الطيور بالأصوات والألوان، فتمتعوا بالأصوات والألوان يا بشر، ولكن ليس للفساد. وهنا نشوفوا احنا برشا خيان، إن شاء الله ربي يصلح حالهم ويصلح حال كل من يتبعنا ويسمعنا، لعل وعسى من كلمة أو من حرف يعود له الرشد، يعني يرجع له عقله. وأنا تو مثلا في حومتي الوحيد اللي مصطاد، اللي صاد الكل بندرتهم، الكل بندرتهم. علاش؟ خاطرهم يفسدوا، كلهم يفسدوا. مخيش واحد يصطاد مثلا تاع كيف جو هكا نفع يخرج، لا، يهز الكولة ويهز الشبكة ويهز الدنيا كل يقلبها بلاصة وقت لعبت فيها يخربها. صار هكا، هاي يا سيدي، هاي ما حتى واحد يصطاد هنا، واللي يشدوا يصطاد حال مسؤوليته. عندي جمعية مشارك فيها، الجمعية هذه الجمعية اللي كنت مشارك فيها كان
كل انسان نشدوه نشعفوه على المسجد. كنت اي انسان نشده يصطاد نعطيه طريحه ونفك له الشبكه والقفصات والعصافر ولا شيء. يجيب امه وابوه هكا فكيت تقفص ولدي اش بك تضرب فيها تعرفوا له يعني مشكلة. عندي ولاد صحابي يخدموا في الحاكم دخلتهم معايا في المعبوكة هذية ولكعتها الكل اللي يصطاد واللي كل لكعتها كل ما خليت فيها شيء وليت نصطاد وحدي. وهذاك علاش أنا تو محافظ على هالطبيعة هذه ومحافظ على هالجو هذا باش نلقاه هكا العصافيرات تتعداو ونشيخ عليهم نلقاه هكا الطيور تجينا من عام لعام مش هكا اللي يتسكر الباب ما عادش تجينا جملة تو ولا يزي جفاف ولا يزي كثرة صيد لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال خلينا وصلنا حتى البلاصة فخذوا معانا إن شاء الله. هاي سيدي باش نبداو نصبطو في الشبكة هذه حيلة صغيرة باش نعملوها نركبو بها التليفون نحطو التليفون لهنايا في الوسط نحطو التليفون لهنايا نركبو بها التليفون باش نجمو نصور فتبعونا لين نكملو الشبكة نتاعنا إن شاء الله. شوفو بلاصة نركبو فيها التليفون تبعوا معنا.
تشوفوا من الاتجاه الاخر تاع الفيديو باش نجموا تشوف اكثر اوضح.
هذا هو اللي تحصلنا عليه، وهذه الشبكة متاعنا اللي نصبناها كما قاعدة نشوفوا، هذا اللي حاجتنا به في التربيقة متاع الشبكة، انها تسكر على الفروخ تخليش حتى فرخ يتعدى. امس الله غالب عندي فيديو دون هبطهولكم باش نوريكم الاخطاء، راني ساعات نعمل حوايج بالعاني ونهبط الفيديو هرب لي شبكة تقطعت كذا، اما نعملها بالعاني باش تعرفوا الاخطاء من الصح. هذه الشبكة متاعنا وهذا اللي حاجتنا به، تريد تسكر الشبكة تسكر الابواب متاعها الكل باش ما الفرخ ما يخرجش لا يمشي لا يمين لا يسار، ونعدلو لهنا نعدلو. شنو هو هذا التعديل هذا؟ يا سيدي تو شفنا مثلا الشفر هذا هرب برشا، شفتوه الشفر هذا هرب برشا، شنو نعملو له؟ هذا نشوفو كيفاش نوخروه. يعني شفت الحجر هذية معناها الشبكة مسألة توخر التهجي اللي هو هكا بالضبط، الشبكة توخر التهجي. اقعدوا معايا في صيد طائر النعار او غيره من الطيور الجميله.